يا صباح الفل عليكم، بنرحب بيكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من حلقات برنامجكم عاش الشباب. وكمان احب ارحب بزمايلي اللي موجودين معايا في الاستوديو. صباح الخير عليكم يا شباب. صباح الخير. خلينا في الاول نبدا بتعريف فقراتنا، وهبدا مع نسفين. معاكي ايه يا نسفين؟ صباح الخير عليك يا سهيله، واهلا بكل الناس اللي بتابعونا النهارده. كم شخص بعد النجاح اللي حققه مجاله غير المجال ده نهائي؟ كم واحد فكر ونجح وقال النجاح ده طعمه وشكله مختلف عن نجاحه الاولاني؟ معنى انك تغير مجالك وتسيب كل حاجه ده مش معناه الفشل او الهروب. هتقابل انتقادات كتير وصدمات اكتر، لكن لو وقفت وتراجعت عن حلمك اللي انت عايزه فده في الوقت ده معناه انك انت فاشل. عشان كده هتكون ضيفتنا في الفقره الاولى الاستاذه اماني ابو النجا، معالج ومارس التنويم بالايحاء. فقره مهمه جدا مع دكتور اماني ابو النجا، لان دايما بنقابل قصص نجاح والهامات، ناس بتبدا وتسعى وتحاول لحد ما توصل لمرحله نجاح اللي هي عايزاها. بعد كده بتحس بفتره في حياتها بزهق، ملل، فتور. وقتها تحاول بقدر الامكان انك تخلق حاجه جديده، افكار مختلفه وتدور على مصطلحات غريبه. هو ده اللي اسمه التغيير. هل التغيير مهم في حياتنا؟ بمعنى ان لما اوصل في مرحله في حياتي واحس اني مش قادر اكمل، هل اقف في مكاني ولا اشوف طريق جديد ولا اكبر نفسي واكمل في طريق اللي اخترته؟ كل ده هنعرفه مع ضيفتنا في الفقره الاولى دكتور اماني ابو النجا، ممارس ومعالج التنويم بالايحاء. فقره مهمه جدا هنغير فيها معتقدات كتير. اما عن فقرتنا الثانيه، دايما بيكون عندنا افكار بتراودنا بس مش بنعرف ناخد قرار. هل ده بسبب ان احنا محكومين بافكار واطار معين؟ ايه اللي يمنع ان لما ادخل في مجال وانجح فيه اني ما اجربش مجال تاني واجرب وانجح تاني، سواء عشان احقق حلم قديم او اني زهقت من المجال او اني اكتشفت في نفسي موهبه جديده او غيرها كتير. عشان كده النهارده هنتكلم مع شخصيتين ناجحين جدا وقدروا يوصلوا لاهدافهم وفضلوا مستمرين، وهنتعرف عليهم وهنعرف النهارده بدايتهم وطريقهم، لان ده ممكن يكون بدايه طريق لحد من الشباب اللي بيتفرج علينا. استنونا في الفقره الثانيه، انا وسهيله هنتكلم عن مهنه الكاستنج دايركتور واكتشاف المواهب مع الاستاذ يوسف عيد كاستنج دايركتور، ومع الباشمهندس انطون رأفت احد المواهب الشاب. بالظبط كده يا ايه، فقره مهمه جدا ان شاء الله. فاصل، ولكن قبل الفاصل حابه اشكرك طبعا الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه اللي ادتنا فرصه وتدربتنا وتعلمنا فيها وادتنا فرصه للظهور قدام حضراتكم على الشاشه. كمان احب اوجه شكر خاص جدا للاعلام الكبير الاستاذ احمد زياد رئيس الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه، مقدم برنامج الباش تاجر، مقدم برنامج مصر الاصل. الفرصه دي طبعا هو ادهلنا وتعب معانا خلال الفتره الاخيره، وكانت فرصه مش سهله. طبعا بعد الفاصل هيكون معاكم في الفقره الاولى مع رنا ونسرين، ان شاء الله هيتكلموا معانا عن التنويم بالايحاء مع دكتور اماني ابو النجا، معالج وممارس للتنويم بالايحاء. فاصل واستنونا بعد الفاصل. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي هزيمه. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل. لحظات السعاده، كم مره فكرت في معنى الجمله دي؟ كم مره فكرت في معنى الجمله دي؟ هو يعني ايه سعاده اصلا؟ او ايه لما يحصل يخليك سعيد؟ هل لما تكون مع حد انت بتحبه، ولا لما تعمل حاجه انت بتحبها، ولا لما تكون مرتاح وخالي من المشاكل؟ خلوني الاول ارحب بضيفتنا وضيفه حضراتكم دكتور اماني ابو النجا، معالج وممارس التنويم بالايحاء. دكتور اماني برحب بحضرتك واهلا بيكي في عاش الشباب. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. مصطلح جديد يمكن اغلبنا لاول مره نسمع عنه، هنعرف معناه العلمي وكيف يساعدنا نخرج من اوغات الاحباط والفشل ونكتشف عن نفسنا حاجات جديده. بدايه دكتوره اماني، عايزين تعرف المشاهد عن مصطلح التنويم بالايحاء، ما هو ومتى بدات ممارسته؟ تمام. التنويم بالإيحاء في الكتب في المادة العلمية اسمه هو مستوى إدراك أعلى من الطبيعي. الشخص بيكون في مستوى إدراك أعلى من الطبيعي، عنده استعداد أن يتقبل الاقتراحات، عنده قدرة أن الكلام اللي أنت بتقوليه له هو يقبله عن نفسه. بس ده الكلام اللي في الكتب. خلينا احنا نشرح التنويم بالإيحاء للمواطن الطبيعي، للناس العادية، لأن الدراما دمرت المستوى المصطلح ده، قلبته كله كوميديا وشعوذة وتهريج. يعني هي فعلا بوظت المصطلح. في برمجة سلبية جامدة جدا على المصطلح ده. ببساطة جدا، احنا لو قاعدين خمس أشخاص في أوضة، كل واحد فينا فوقيه سبوت،
لو طفينا كل الانوار دي ونورنا نور على شخص واحد، مين اللي هيكون باين؟ هو الشخص ده. احنا بنعمل كده مع الحواس، الحواس الخمسة اللي عندنا. احنا بنهدي الحواس دي ونحاول نقلل وظيفتها، يغمض عينه، يقل الحركة، بيبقى محطوط قاعد في مكان امن هادي جدا، علشان بس تقللي الحواس دي ويكون الادراك عند الشخص ده مستعد مركز كل الادراك على 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 حاسه واحده بس، فبيكون الشخص في اعلى درجه من مستويات الادراك. يعني ملوش علاقه بالنوم خالص، هو مش نايم، بالعكس اللي في حاله تنويم ممكن يسمع اللي مش سامعه الكوتش اللي الوقت قدامه، ممكن يحس احساس الكوتش مش حاسه، ممكن يشم ريحه الكوتش ما يشمهاش، لان هو مستوى الادراك عنده عالي جدا، التركيز، مستوى التركيز ومستوى الادراك عالي جدا. بيكون فيها العقل الواعي اللي هو اقل امكانيات في جسمنا، في حاله هدوء، في حاله سكينه. والعقل اللاواعي هو اللي ماسك زمام الامور، الحديث كله بيتوجه اليه، اللي هو اصلا الجايد بتاعنا في حياتنا بالكامل. هو الكونشس بتاعنا ده ما يكملش 7% من حياتنا، من واقعنا. اللي بيرسم الواقع فعلا عقلنا اللاواعي. العقل اللاواعي اللي بيتبرمج من اول يوم الشخص بيجي في الدنيا دي على برمجات معيقه ليه، حاجات بتوقفه. احنا بنحاول ندخل بقى ليه عشان نعرف ايه اللي موقفه، ونعمل السبوت عليها، ونبدا ندرك الشخص. هو اللي بيدركها بنفسه، بيعرف عن نفسه جوه التنويم حاجات هو ما يعرفهاش اصلا عن نفسه. دي ببساطه عشان الناس العاديه اللي هو مش تعريف الكتب، مش تعريف الكورسات. هو كل الحكايه الشخص جوه الجلسه بيتعرف على شخص اول مره يقابله، هو نفسه، نفسه الحقيقي. تمام. طيب بدات ممارسته بتاعي انت يا دكتوره اماني؟ انا بدات ممارسته من 2017، بس حقيقي يعني لمسه اثره جدا مع الناس اللي بتعامل معاها، ولمسه اثره على نفسي. انا بداتش ممارسته غير لما انا مارسته كمستفيده بيه ولمسته على نفسي الاول، ولمست اثره الاول. عرفت ايه اللي موقفني، عرفت يعني ايه سعاده، لان السعاده ده مصطلح مش كل الناس السعاده عندهم واحد. صحيح. الكتب بتكتب كتير قوي عن السعاده وايه هي السعاده، واوقات كتير قوي بيبقى نفسنا نعمل حاجه ومتخيلين احنا ما نعملها هنوصل لسعاده، لكن لما نعملها نلاقي ان درجه السعاده مش هي اللي احنا عاوزينها. السعاده دي عامله زي بصمه الصباع. الشخص بيعرف مصطلح السعاده بتاعه هو بس، مش لازم السعاده بتاعي، هو بتاعك، هو بتاعك. فبالتالي انت بتعرف يعني ايه سعاده بالنسبه لك جوه جلسه التنويم. صحيح. طب دكتور، في الاوقات الصعبه والاحباط، ازاي التنويم الايحاء يساعدنا ان احنا نتخطى المرحله دي؟ بصي، هي الموضوع دوت التغيير عموما للحياه والاوقات الصعبه والاحباط بينقسم نصين. النص الاولاني ان الشخص يبقى ليه مزاج انه يطلع من الاوقات دي، ما عندوش مكاسب سنويه، والحياه بالنسبه له الاحباط ده شماعه معلق عليها الحياه وعامل عليها اسقاط. صحيح. فدي النقطه الاولانيه، اصلا الشخص بمجرد ما يبقى عنده النية الحقيقية وياخد خطوة ويلجأ لمتخصص انه يساعده، ده هو كده خد نص الطريق. النص التاني بقى بيتطلب الشجاعة، انه يقابل ان هيتفاجئ جوه الجلسة ان الاحباط ده جواه هو مش من الناس، الاحباط ده عنده هو مش من المجتمع. ايوه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. يعني القوم، المجتمع هيتغير لما كل نفس فينا تتغير. كتير مننا مستني ان المجتمع يتغير عشان هو يتغير. لا، هو اصلا احنا نواة المجتمع، احنا نواة اسرتنا، احنا نواة صحابنا. كل شخص محتاج ان هو يقابل نفسه. صحيح. فهي محتاجه الاولانيه وبعد كده شجاعه، وساعتها بقى اقدر اقول لك ان قضي الامر، هيعرف ايه سبب الاحباط وايه الطريق اللي يخلصه من الاحباط ده، وايه كمان اللي ممكن يخلي الاحباط ده وهو موجود انا قادره اتعامل معاه واعمل له استثمار للإيجابي مش للسلبي. طيب يا دكتورة أماني، على من يمارس التنويم بالإيحاء؟ هل هناك أشخاص معينين يعني يتم عليهم ممارسة التنويم بالإيحاء، زي مثلا الأشخاص اللي بمروا بأزمات نفسية أو مشاكل في حياتهم، أو أي شخص ممكن يعني يخوض التجربة دي؟ هو إحنا كلنا بيتمارس علينا طول اليوم التنويم بالإيحاء. تمام. لأن أصلا التنويم بالإيحاء، أنت دلوقتي لو أنا قلت لك، لو احنا بنتكلم دلوقتي كده وقلت لك جربي كده تغمضي عينيكي، هتلاقي نفسك اوريدي، لو انت مركزه مع كلامي هتلاقي نفسك بتغمضي عينيكي، بتقبلي الاقتراح. فاحنا طول الوقت احنا بنتحط علينا في برامج التلفزيون وفي السوشيال ميديا وفي الافلام وفي الاغاني، احنا بيتمارس علينا درجه من درجات التنويم. اللي هو لو اتقال لك اي حاجه هتنفذيها. تمام.
لكن الشخص بقى اللي بيستخدم التنويم ده في دعم الذاتي لنفسه وفي رسم مستقبل ليه هو الشخص السوي. التنويم بالإيحاء ما بيتعاملش مع غير الأسوأ، بيتعامل مع الشخص السوي اللي عارف كويس قوي انه مسؤول عن حياته، وعارف كويس قوي ان هو صانع حياته وصانع مستقبله، بس عنده شويه حاجات موقفاها ومش عارف ايه هي. شويه ذكريات قديمه، شويه معيقات، معتقدات وقناعات عن نفسه وعن المجتمع وعن الحياه موقفاه، عامل زي كده العربيه لما تيجي تدوسي فرامل وانت شاده الهاند بريك، العربيه ماشيه بس ماشيه بتقل. فالتنويم بالايحاء بيتمارس على كل الاشخاص الاسوياء من يرغبوا في صناعه مستقبل افضل لنفسه. طيب كيفية استخداماته يا دكتورة أماني؟ كيفية استخداماته، هو بيستخدم في جلسات فردية أو جلسات جماعية، وزي ما قلتلك هو ليه مظاهر كتير جدا. كل الإعلانات اللي احنا بنتفرج عليها وبنشوفها على الكوبري وبنشوفها في الإعلان يعني في اليافطة، هي بتبقى خاضعة لنوع من أنواع التنويم الضمني، التنويم بالإيحاء. كل هو بيتمارس طول الوقت، بس المهم انا استخدمه بقى بدل ما هو بيتمارس علينا في الاعلانات وفي البرامج وفي السوشيال ميديا وفي تغيير وعينا، ابدا انا استخدمه بقى بشكل واعي في دعم ذاتي، في صناعه مستقبل حقيقي لنفسي. ممكن يستخدمه في ادراك سبب حقيقي في وجع في جسده. كم واحد بيروح لدكتور وعنده وجع جسدي وهو الدكتور يقول له ان انت ما عندكش مرض عضوي، مفيش حاجه بتقول ان الوجع ده موجود، ويبدا يقول له اتجه لدكتور نفسي او اتجه لاخصائي نفسي او اتجه لحد يساعدك لده. هو جوه الجلسه بيدرك ايه السبب للوجع ده بالظبط. وكتير جدا من الناس، كتير جدا وانا واحده منهم، في يوم من الايام كنا بناخد ادويه، وكتير جدا من الناس بتاخد ادويه لمجرد ان هي عندها الام مش عارفه سببها، تاخد مسكن واسامي للادويه، احنا مش اسامي للامراض بتستحدث احنا مش عارفين اصلا اساسها ايه. ببساطه ان هو اصلا من لا شيء، لازم يبقى فيه سبب للشخص اللي بيتالم ده. فمن لا شيء يعني التنويم بالايحاء ممكن يحدد الحته دي. ده هو ده اساس وصميم تخصصي. دكتور، الطب النفسي والتنويم بالايحاء هم احد وسائل الدعم الذات، ايه الفرق ما بينهم؟ وده هيكون اخر سؤال معانا ان شاء الله. التنويم بالاحياء بيتعامل مع كل الاسوياء، والطب النفسي بيتعامل مع غير الاسوياء من يحتاجوا الى علاج دوائي كيميائي. التنويم بالاحياء مش بيدي اي نوع من انواع الادويه، مش بيتعامل مع اي حد غير سوي. هو بيتعامل مع الاسوياء الراغبين بنيه صادقه لصناعه مستقبل وحياه ليهم افضل. بيعتمد على الاشخاص نفسها، هو بيتمارس على الاشخاص دي. صحيح. للأسف خلصت فقرتنا، وصلنا لنهاية الفقرة. بشكرك جدا يا دكتور، واستعدنا بوجودك معنا. بشكرك يا نسرين معنا. أشكرك يعني. مشاهدينا، دي كانت نهاية فقرتنا. استنونا بعد الفاصل مع زمايلي آية وسهيلة، وحوار مهم جدا عن مهنة الكاستنج دايركتور واكتشاف المواهب الجديدة مع أستاذ يوسف عيد كاستنج دايركتور والمهندس أنطون رأفت أحد المواهب الشاب. استنونا بعد الفاصل. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. النجاح أرقام، وإحنا في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية حطمنا كل الأرقام. على مدار 5 سنين دربنا آلاف الطلاب في محافظات مصر ومن مختلف الدول العربية، وأهلنا لسوق العمل شباب كتير. عشان كده عندنا أكتر من 70 مذيع ومراسل ومعد ومخرج من متدربي الأكاديمية في مختلف القنوات الفضائية، وده لأننا الأكاديمية الوحيدة اللي بتنتج برامج تلفزيونية للشباب عشان تديهم فرصة حقيقية على الشاشة يثبتوا نفسهم ويبدأوا مشوار نجاحهم. لو نفسك تاخد فرصة حقيقية وتحقق حلمك انضم لينا. للاستعلام عن دوراتنا التدريبية اتصل على في الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية. النجاح أرقام. ورجعنا لكم بعد الفاصل. كم مجال بيكون عليه إقبال كبير من ناحية الشباب؟ كتير من الشباب بيتجهوا للشركات ومكاتب الكاستنج علشان يحققوا حلمهم على اساس ان هي تساعدهم وترشحهم لادوار، سواء كانت بقى مسلسلات، افلام، او حتى اعلانات. خليني بس في البدايه ارحب بضيوفي اللي منوريني معايا في الاستوديو.
استاذ يوسف مخرج كاست، والمهندس انطون رأفت احد المواهب الشباب. بنرحب بكم في عش الشباب وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. اهلا بيكي وحضرتك طيبه. معنا النهارده احدى الشركات الكاستنج كان ليها دور كبير في دعم الشباب ومساعدتهم في تحقيق حلمهم. استاذ يوسف، ممكن نعرف من حضرتك ايه مفهوم الكاستنج دايركتور؟ هو اولا انا مش مخرج، انا كاستنج دايركتور. الكاستنج دايركتور هو مهمته ترشيح ممثلين لاعمال دراما او سينما، وبرضو احنا بنشتغل في الاعلانات او في الفيديو كليب، الحاجات دي كلها. احنا مهمتنا ان احنا بنبقى عارفين المخرج عايز ايه للعمل الفني، وبنبتدي نشوف الناس اللي هي بتيجي عندنا للمكتب، بنشوف ايه المناسب للعمل الفني اللي المخرج محتاجه، وبنبتدي نرشح للناس دول، واللي بيبقى فيه توفيق ومن عند ربنا للناس معينين هم اللي بيتم اختيارهم على حسب الادوار المطلوبه، على حسب الشخصيه المطلوبه، حاجات كتير جدا. ده دور الكاستنج دايركتور. استاذ يوسف، هل دخولك في المجال كان عن طريق امتلاك موهبه ولا عن طريق الصدفه؟ لا، هو دخولي في المجال ملوش علاقه بالصدفه خالص، لكن هو كان حب للتمثيل نفسه هو اللي خلاني ادخل في الكاستنج دايركتور. يعني في الدارس تمثيل وحابب مجال التمثيل جدا، ومن هنا ابتديت ادخل لموضوع الكاستنج دايركتور، ان انا عايز ان انا احقق لناس كتير جدا احلام برضو، وابتدي ان انا يكون عندي ايجنسي خاص بيا، ومن خلالها امسك اشارك في اعمال فنيه، ومن مشاركتي في الاعمال الفنيه ابتدي ارشح الناس دول اللي هو عندهم الموهبه الحقيقيه ان هم يكونوا يطلعوا يظهروا يحققوا حلمهم، يعني عن طريق الايجنسي. فكان الموضوع مش صدفه بالنسبه لي، لكن كان حب جوايا وحلم جوايا وبرضه حققته. استاذ انطون، ممكن تعرفنا بنفسك وايه اللي جاب بقى باشمهندس التمثيل؟ انا اسمي انطون رأفت، مهندس معماري خريج دفعه 2014. اللي جاب الهندسه للتمثيل، كنا يعني دايما في الكورال الكنسي وفي المسرح الكنسي بنعمل سكتشات وحاجات. فبعد ما خلصت كليه وبعد ما ابتديت في مجال العمل وكده، حبيت ان انا لا ارجع تاني للتمثيل وكده. عرفت مكتب فيم جيت عن طريق الفيسبوك، كان في ورشه مجانيه بيقدموها، دخلت الورشه وتعلمت كتير، يعني تعلمت كتير من المكتب وتعلمت كتير من الاستاذ يوسف، لحد ما خلصنا الورشه تقريبا، ولسه برضو مكمل معاهم. يعني كويس يا استاذ يوسف، فكره فيم جيت جت منين؟ هي فكرة فيم جيت ابتدت عندي لما كنت في الأول خالص، كنت برضو زي كل الشباب بنزل مكاتب كاستنج علشان أسعى أن أنا أحقق موهبتي، أن أنا أو أوصل لحاجة أن أنا عايز أمثل. فكانت في البداية كانت الفكرة جوايا عبارة عن حاجة لسه ما كنتش عارف، يعني فيه ملامح بس أنا مش عارف أنا عايز أوصل لإيه بالظبط. هل أنا عايز أمثل بس، ولا أنا عايز أبقى موجود في المجال في الوسط الفني، كل الحاجات دي كلها. لكن هو الدافع الاكبر من جوايا كان حب الكبير للوسط الفني. حب الكبير للوسط الفني هو اللي خلاني اخد خطوه جريئه زي دي واسس ايجنسي خاص بيا اللي هو المكتب اللي هو فيم جيت. من هنا جت فيم جيت. قبل كده كان جوايا مشروع ممثل، وما زال برضو جوايا مشروع ممثل، لكن انا مش بسعى في الوقت الحالي ان انا امثل قد ما بقيت بسعى في الوقت الحالي ان انا اخلي الشركه عندي تبقى يعني رقم واحد في السوق. طبعا انا بسعى لده وبحقق ده، وعندي نجاحات كتير انا وصلت لها في الفتره اللي فاتت. فالفكره هي جت من هنا بقى، ان انا عايز يبقى عندي دلوقتي حاجه كيان اسمه فيم جيت. فالكيان ده هو هي بالكلمه فيم جيت بالعربي بوابه الشهره، وكان برضو الاسم نفسه كان في اختياره كان ليه مردود عندي، اللي هو انا عايز اعبر عن فيم جيت دي تكون وصلت ربط بحاجه. ففيم جيت بوابه الشهر اللي هو كل اللي هيعبر من المكتب من عندنا هو بيروح للشهره، لان هو بيطلع في اعمال فنيه، بيشارك في اعمال فنيه، فبتكون اول خطوه ليه في طريق شهره، انه يحقق شهره. طبعا العامل الشهره بيبقى هو مرتبط بيه، هو بشخصه هو، انه ازاي يحققه. لكن انا كفيم جيت الفكره جوايا جت عن طريق ان انا حابب الوسط الفني، ومن هنا جت ان انا هكون ايجنسي، هشارك في اعمال فنيه، همسك اعمال فنيه وابتدي اشتغل فيها. استاذ يوسف، ممكن تعرفنا ايه النشاطات اللي بيقدمها المكتب؟
واهمها. المكتب عندنا هو اهم انا عندي نشاطين بس هم في المكتب عندي في فيم جيت. النشاط الاولاني اللي هو الكاستنج، والنشاط الثاني اللي هو التدريب على التمثيل. الكاستنج احنا بيجي لنا ناس من كل محافظات مصر، مش بس من محافظات مصر، كمان من الوطن العربي، بيجوا عندنا يصوروا كحاجه اسمها كاست جنرال. كاست جنرال اللي هو بيجي عند المكتب بيعرفني بنفسه، اسمه، سنه، طوله، وزنه، بناخد منه شرير اذا كان عنده اعمال فنيه، اشتغل في اعمال فنيه قبل كده، مسلسلات او اعلانات او اي اعلانات اي اعمال فنيه. الداتا دي بتبقى موجوده عندنا في المكتب. بيبتدي فيه لما يكون في عندنا اعمال فنيه بنبتدي نعرض على المخرجين الداتا دي اللي جات لنا، فبيبتدي التفريز الشخصيات من السكريبت، بيشوف المخرج هو معاه ايه الشخصيه، بيحتاج ايه، بيختار من المتاح عندنا. اذا ما كانش فيه متاح بنعلن على الصفحه، فبيجي لنا برده ناس جدد بيشاركوا معانا في الاعمال الفنيه. ده النشاط الاولاني اللي هو الرئيسي بتاعي، اللي انا يعني هو ده كل حاجه عندي، يعني ده رقم واحد عندي اللي مبني على المكتب بالظبط. رقم اتنين عندي عندنا ورش تمثيل. الورش عندنا بندرب فيها الطلاب على التدريب على التمثيل، يعني بيتعلم يعني ايه تمثيل، هل التمثيل ده مهنه بيتعلمها ولا هو حاجه مجرد ان انا عندي موهبه وعايز اعبر عنها وخلاص، هل التمثيل بيحتاج اصلا تدريب ولا دي نظام سبوبه، ناس بتنصب وناس بتلم فلوس وخلاص. احنا للاسف ما عندناش ثقافه التعليم الجيد في مصر، فمعظم الناس في مصر الشباب خصوصا عندهم فكره اللي هو لا انا هدفع فلوس، لا ما ادفعش فلوس. اي حاجه فيها تطوير للذات هي رقم واحد في العالم، يعني تطوير الذات هو اهم شيء في العالم. فكون ان انا كبني ادم عندي موهبه ما، فببتدي ادرب موهبتي. في حاجه اسمها ادوات ممثل زي اي ادوات بتاعت اي مهنه في العالم، حتى الممثل عنده ادوات، هو بيبتدي يتعرف على ادواته كممثل في الورشه عندنا، بيتدرب عليها نظري، وبعد كده بيطبق عملي. تعامل ازاي مع المخرج، تعامل ازاي مع السكريبت، تعامل ازاي مع كل حاجه بيدرسها. تمام. هو ايه ابرز المشاريع اللي طلعت من المكتب بتاع حضرتك؟ طب خليني بس قبل ما ادخل على النقطه دي هتكلم ان انا عندي الورشتين، عندي معايا في الورشه مصطفى، الفنان مصطفى منصور ده عندي كورس تدريب، وعندي الفنانه منى بدر تيسير. منى بدر تيسير هي نائب رئيس المهرجان حاليا، مهرجان نقابه المهن التمثيليه. وعندي الفنان مصطفى منصور، احد يعني اخر مشاركاته في الاعمال الفنيه كان مسلسل زلزال مع محمد رمضان، وكان مشاركته بعديها على طول في نصيبه واسمتك الجزء الثالث في الحلقه اللي هي حبيبتي من تخون. وبرده منى بدر التيسير اخر اعمالها الفنيه برده في مسلسل نصيبه واسمتك، برده الجزء الثالث حبيبتي من تخون. هو في فيديو هيتعرض دلوقتي يا شباب معانا من مشاريع تخرج الاستاذ. تمام. اوبا، يخرب بيت جمال امك يا دي النيله، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا عندي امتحان بكره. يا لهوي، امتحان؟ امتحان يا جحده القلب، بقى يجيلك قلب وعين تذاكري وتسيبي النص ده؟ يا شيخه حرام عليكي، بقولك عندي امتحان بكره هسقط، حرام عليكي. امتحان ايه يا حبيبتي؟ امتحان ايه وشباب ايه بس؟ هتبقي ايه يعني لما تتخرجي؟ مذيعة، دكتورة، يا بنت يا بنت، هو انت مش شايفه الواد عامل ازاي؟ بقول لك ايه، انا فوازيق مش ناقص، هما دقيقتين بالعدل. ازاي؟ الحمد لله، ونرجع نذاكر واحنا مركزين. هي بتبدا كده، ازيك والحمد لله، اي حد جاي يقدم يعني. ما كانتش تعرف اي حاجه عن التمثيل خالص ندى، غير يعني ندى الاولانيه غير اللي انتوا شفتوها دلوقتي خالص على الشاشه. دي شخص ودي شخص تاني خالص. ندى في الفيديو ده بتقدم ثلاث شخصيات، اللي هي زي ما انتوا شفتوا كده فيها بتكلم المشاعر بتاعتها وبتكلم العواطف بتاعتها من جواها، بتقدم كذا لون في فيديو واحد،
وده مرحلة احنا وصلنا لها. طبعا احنا ما عندناش فيديو يورينا ندى في الاول، احنا عندنا فيديو فعلا في المكتب لما جت ندى تعمل كاست جنرال في الاول خالص، فكانت وقفتها قدام الكاميرا مختلفة جدا، كانت بتخاف جدا، كانت دايما متوترة، ما كانش عندها الملكة اللي هي ان هي توصل اللي هي تجسد ثلاث شخصيات بالشكل اللي احنا شفناه. فده مشروع تخرج من مشاريع الورشة عندنا مصطفى منصور، ولسه برضو عندنا مشاريع تانية للطلاب. فدي ده نتاج الكورس التمثيل السينمائي عندنا. هما بياخدوا مدة قد ايه؟ يعني ندى قعدت فترة قد ايه لحد ما وصلت للي هي فيه؟ ندى وصلت للي هي فيه ده بعد تدريب شاق جدا. عايز اقول لك ان هي من اكتر الطلاب اللي مصطفى منصور تعب معاهم بجد، لان هي كانت اصلا لو حد قال لها صباح الخير خدودها بتحمر. طب يعني كويس، جاب نتيجة جدا، بتتكسف جدا وخجولة جدا. فكون ان هي توصل للمرحلة دي طبعا ده مشوار بيبقى محتاج جهد كبير جدا ووعي أكيد. كبير جدا من المدرب اللي بيشتغل مع المتدربه. فندى كانت في الاول يعني مفيش خالص، مش هتعرف ان هي متعرفش تقدم اي حاجه او متعرفش تقدم نفسها والكلام ده كله. المشروع عندنا بياخد 4 شهور، اول شهر او اول شهر ونص بيبقى نظري، بعد كده بنشتغل كله عملي، عملي بقى على الكاميرا وعملي على السكريبت وعملي مع كل حاجه، كل الادوار الخوف اللي جواه بالظبط عشان تبتدي نطلع منها الحاجه اللي هي اللي انتوا شفتوها دلوقتي. بالظبط يا فندم. باشمهندس احكي لنا بقى عن تجربتك مع فيم جيت. زي ما قلت لكم عرفت فيم جيت عن طريق الفيسبوك. رحت المكتب، ابتديت ان انا يعني اول حد قابل طبعا الاستاذ يوسف، اتكلم معانا شويه عن يعني احنا التمثيل هو مش فكره رفاهيه او كده، لا هو مهنه صعبه، وزي ما هم هيدونا نتاج في المكتب احنا برضو لازم نديهم نتاج للتمارين اللي كنا بناخدها. كنا بنشتغل على تمارين ذاكره وتمارين ثبات انفعالي، تمارين كلها ممكن نحس انها ما بتجيبش نتيجه، بس انا قدام حسيت ان فعلا التمارين دي اثرت فيا، التمارين دي علمتني حاجات جديده، علمتني مهارات جديده ممكن اكون ما خدتش بالي منها قبل كده، حتى لو كنت بمثل في سكتشات صغيره او حاجات زي دي. فاتعلمنا ازاي يبقى في ادوات، اعرف ازاي اتحكم في مشاعري، ازاي ان انا لو متضايق، لو حد في وسط لوكيشن عصبني اتصرف ازاي وانا لسه داخل اصور حاجه، طب مش هينفع يعني انا، لا لازم اظبط نفسي لازم يعني. فالادوات دي كلها، في ناس اول الورش مثلا يزهقوا او حاجه، لا انت لازم تصبر، لان يعني انا كف شغلي في الهندسه ما فيش عماره بتتبني مره واحده يعني. صح كده. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا. بحب اشكرك استاذ يوسف، وبحب اشكرك يا باشمهندس، وبشكرك انت كمان يا ايه. استنونا في حلقه جديده من برنامجكم عاش الشباب.